العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيها. القدس، المحكمة العليا الإسرائيلية تؤجل جلسة الغد بشأن إخلاء بيوت الشيخ جراح، وتضامن عربي ودولي واسع مع المقدسيين. الجامعة العربية تدعو لاجتماع وزاري طارئ لبحث الموقف في مدينة القدس. الخارجية الأردنية توجه مذكرة احتجاج لتل أبيب، وإدانات دولية واسعة للاعتداءات الإسرائيلية. السودان، أزمة السد الإثيوبي. المبعوث الأمريكي يختتم زيارته إلى الخرطوم. الرئيس الكونغولي يبحث ملف السد والحدود. والخارجية السودانية تدعو للاتفاق قبل الملء الثاني. التي سيجنيها السودان من هذا السد، وكذلك تجنيه إثيوبيا ومصر، ولكن هذه الفوائد لا تكون إلا بوجود اتفاق قانوني وملزم ويشمل مسألة أهلا بكم. مشهد متسارع في القدس ودعوات دولية وعربية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية جلستها المقررة غدا مدة 30 يوما للبت في إخلاء أهالي الشيخ جراح من منازلهم. وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت قد طلب من المحكمة العليا تأجيل الجلسة. وطلبت عائلات في حي الشيخ جراح من المحكمة العليا ضم ماندلبليت إلى القضية، وذلك على خلفية وجود عمليات تزييف في تسجيل الملكية للمستوطنين، كما طالب الأهالي بتأجيل الجلسة. هذا وأصيب عشرات الفلسطينيين في القدس المحتلة إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. واعتدى جنود الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة الفجر، وأطلقت شرطة الاحتلال قنابل صوتية باتجاه المصلين في بابي العمود والأسباط. كما تظاهر مئات الفلسطينيين على طول الشريط الحدودي للقطاع تضامنا مع أهالي القدس المحتلة وضد إخلاء منازل فلسطينيين في حي الشيخ جراح. ليلة القدر في المسجد الأقصى كانت موعد الفلسطينيين لأداء صلاة التراويح والتضرع الروحي، ولكن عقب انتهائهم من صلاة الفجر ضرب لهم جنود الاحتلال الإسرائيلي موعدا من نوع آخر، اعتداءات بالرصاص المطاطي تجددت على الفلسطينيين في بابي العمود والأسباط، ودوي القنابل الصوتية هز المدينة القديمة. بدهم شيئا نصلي، بدنا شيئا، كل يوم بدي يصير طوشة، كل يوم بدي يصير خبط، كل يوم بدي يصير مشاكل، لهم أسبوع بدهم شيئا نخش جوا. طب ليش؟ امبارح ما خششوناش جوا، ليش؟ ليش بيسووا فينا؟ غصب عنا بدنا ننجن، غصب عنا نولع. الهلال الأحمر الفلسطيني وثق عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين في القدس المحتلة، إصابات لم تثني عزيمة المحتجين الفلسطينيين رفضا لقيود التنقل التي فرضتها سلطات الاحتلال، واحتجاجا على منعهم من الصلاة في الأقصى. فاندلعت المواجهات مجددا في الشوارع المؤدية إلى بوابات البلدة القديمة. في حي الشيخ جراح واصل الأهالي معركتهم ضد محاولات إسرائيل إخلاء منازلهم لصالح مستوطنين، وكانت حناجرهم والحجارة سلاحهم. ما حدث ويحدث في القدس المحتلة أثار موجة غضب في غزة. مئات المتظاهرين تحدوا سلطات الاحتلال على الشريط الحدودي للقطاع، وتضامنوا مع المرابطين في الأقصى بكل الوسائل الممكنة. حذر الأردن إسرائيل من مغبة استمرار انتهاكاتها في مدينة القدس، مواجها في الوقت ذاته مذكرة احتجاج إلى تل أبيب رفضا لمحاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح.
الموقف الأردني جاء في بيان للخارجية تزامنا مع استمرار الإدانات الدولية لموجة اعتداءات إسرائيلية ضد سكان القدس المحتلة اشتدت حدتها في الأيام الماضية. يستمر الحراك الدبلوماسي بشأن القدس توازيا مع التطورات الميدانية في الشيخ جراح. الرئاسة الفلسطينية ترد على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إيقاف البناء في مدينة. الشعب الفلسطيني أثبت أنه الرقم الصعب في أي معادلة للمساس بحقوقه، يقول الناطق باسم الرئاسة نبيل بوردينا. الأردن يحذر إسرائيل من مواصلة هجومها على المصلين في الأقصى مؤكدا تصعيد الضغط الدولي، والعاهل الأردني يؤكد الاتفاق مع الرئيس الفلسطيني على التحرك المشترك. بدورها الخارجية الفلسطينية تنبه إلى خطورة دعوات جهات رسمية إسرائيلية والجمعيات الاستيطانية المتطرفة للمشاركة في إطلاق مسيرات استفزازية يوم الاثنين تمهيدا لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى. دوليا تتتابع الإدانات. باكستان تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الفلسطينيين وحقوقهم. ظالم. من تركيا يخاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإسرائيليين بلغتهم في تغريدة تصف الهجمات الإسرائيلية بالشنيعة، مؤكدا الوقوف إلى جانب الأشقاء. قضية القدس حاضرة في صلاة رأس الكنيسة الكاثوليكية بابا الفاتيكان يعبر عن قلقه لمجريات الأحداث في المدينة المقدسة، داعيا إلى جعل القدس مكانا للسلام للاشتباكات. وإن توالت المواقف الدولية إلا أن الميدان يظل متقدما على الدبلوماسية، وكلاهما على موعد مع يوم حافل الاثنين لتحاول الجامعة العربية من جديد اللحاق بالشارع المشتعل. دعا رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هني الدول العربية والإسلامية إلى التحرك عاجلا لاتخاذ موقف حازم ضد العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة. وقال هني في رسالة بعث بها إلى قادة دول عربية وإسلامية إن ما شهده العالم من اعتداءات الاحتلال على مدينة القدس وأهلها والتهجير القسري ضد 28 عائلة في حي الشيخ جراح هو تصعيد إجرامي لا ينبغي السكوت عنه. أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة في قطاع غزة تواصل الفعاليات الميدانية في غزة إسنادا لأهل مدينة القدس والمرابطين في المسجد الأقصى. ودعت الهيئة أيضا عقب اجتماع لأعضائها في القطاع إلى الاشتباك في كافة المحاور ونقاط التماس مع الاحتلال في الضفة الغربية. حراك سياسي وميداني مستمر ومتصاعد في غزة، فعلى إثر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس والمسجد الأقصى أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار توسيع حراكها بما يشمل استمرار استخدام أدوات المقاومة الشعبية كإطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات القطاع. لن نقبل بأن يتم الاستفاضة بجماهير شعبنا الفلسطيني وبالمرابطين وبالاعتداء على المقدسات بعملية التطهير العرقي في منطقة حي الشيخ جراح. لذلك نحن اليوم تتشابك الأيادي، اليوم نحن على قلب رجل واحد من أجل أن نؤكد هذه المعركة مفتوحة. بالتزامن مع ذلك تستمر الاحتجاجات في مناطق أخرى بالقطاع. دول القدس لا سلام. أمام مكتب الأمم المتحدة وقفة احتجاجية فصائلية وجهت رسائل إلى المنظمات والمجتمع الدولي. هذه الجرائم تستوجب العقاب من قبل المجتمع الدولي لهذا العدو المنفلت الذي لا يعطي بالا لأي قانون أو عرف إنساني. وحدة شعب وكفاح. رسائل أخرى حملت أيضا إلى الشعوب العربية لدفعها إلى التحرك نصرة للقدس والمسجد الأقصى. امتدت هذه الاحتجاجات إلى المناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة مع قرار استئناف التظاهرات الليلية من قبل مجموعات تطلق على نفسها مجموعات الإرباك الليلي. عند نقاط التماس على الحدود أدرم الشبان النار في الإطارات وألقوا قنابل الصوت، محاولة لإشغال قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ألقت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين أصيب بعضهم بالاختناق. اتساع هذه التظاهرات وحدتها مرهونان أيضا حسب المنظمين بتواصل اعتداءات الاحتلال في القدس. صالح الناطور، العربي، قطاع غزة.
احتشد مئات الأردنيين أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان احتجاجا على سياسات الاحتلال في القدس. وتضمنت هتافات الاحتجاجات مطالبات بطرد السفير الإسرائيلي في عمان وإلغاء معاهدة وادي عربة بين الأردن وإسرائيل. وللمتابعة ينضم إلينا من حي الشيخ جراح في القدس مراسلنا أحمد جرادات، وأيضا من رام الله مراسلتنا يارا العملي، ومن عمان مراسلنا ليث الجبور. أبدأ معك أحمد من حي الشيخ جراح، يعني هل هناك أي مؤشرات هذه الليلة بأن ربما سنشهد اعتداءات مماثلة لما شهدناه في اليومين الماضيين؟ صحيح، هناك التحرك الذي تحدثنا عنه في السابق بأنه يبدأ بعد الإفطار. الآن نشاهد العشرات من الشبان والمتضامنين الفلسطينيين الذين قدموا إلى حي الشيخ جراح يهتفون رفضا لقرارات الإخلاء، ويهتفون أيضا بهتافات داعمة للأهالي في حي الشيخ جراح الذين يعني يناضلون ضد قرارات إخلائهم من منازلهم بقرارات قضائية إسرائيلية. هناك تواجد لشرطة الاحتلال، شرطة الاحتلال تتواجد في حاجزين خلال يعني في مسافة تقل عن 400 متر، وذلك للحد من قدوم المتضامنين إلى هذه المنطقة. وهناك فرض قيود على القادمين إلى هذه المنطقة وإلى منطقة الشيخ جراح. حاليا هذا هو مؤشر على أن الحراك الفلسطيني في منطقة الشيخ جراح هو مستمر حتى بعد الإعلان من قبل مندلبليت والمحكمة العليا الإسرائيلية بإرجاء جلستها التي كانت مقررة من الغد لخلال وستتخذ يعني قرارا وستحدد موعدا خلال 30 يوما من الآن. الأهالي هنا يقولون بأن الاحتلال الإسرائيلي ربما يسعى للمماطلة ولإماتة هذا الحراك الشعبي في هذه المنطقة عن طريق التأجيل، لأن فعليا نشهد عملية تضامن واسعة. نعم صحيح أحمد، يعني هذه النقطة مهمة جدا. كان الظن يعني لدى البعض بأن قرار المحكمة تأجيل البت لثلاثين يوما ربما هو خطوة في إطار خطوات يعني كتم هذا الزخم كما ذكرت، أو كتم هذا التضامن الموجود حاليا. هل هناك أي خطوات أخرى يمكن رصدها من الجانب الإسرائيلي في هذا السياق، يعني للتخفيف من هذا التضامن الذي يعني منذ البداية، منذ أن تم الإعلان عن إرجاء هذا الإرجاء جلسة التي كانت من المقرر أن تعقد غدا، كان موقف الأهالي واضحا بأنه يعتبرون أن هذا يأتي ضمن المماطلة. بالنسبة للجانب الإسرائيلي وللاحتلال الإسرائيلي، هناك يعني هو ربما تحاول الحكومة الإسرائيلية من خلال هذا القرار أن تمتص غضب الشارع، ولكن فعليا هناك غضب واسع في المنطقة. هناك رفض لهذه القرارات، وهناك أيضا حملة تضامن واسعة، إضافة إلى وجود عمليات تحريض من اليمين المتطرف الإسرائيلي. إلى هنا غدا الساعة الثانية سيأتي عدد من أفراد حزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يتزعمه بتسلائيل سمودريتش برفقة أيضا إتمار بن كفير الذي كان هنا الأسبوع الماضي، يقولون بأنهم سيتجولون في حي الشيخ جراح. وهذه خطوة استفزازية لأنها تتزامن أيضا مع مسيرة ما تسمى مسيرة الأعلام خلال ذكرى ما يسمى توحيد القدس، أي أننا من المتوقع أن نشهد مواجهات أو احتكاك غدا في هذه المنطقة، سيما مع الدعوات لمسيرات كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين نجلاء، حيث من المتوقع أن يأتي إلى مدينة القدس ما لا يقل عن 30,000 مستوطن ضمن ما تسمى بمسيرة الأعلام نجلاء. طيب أحمد، هذه الصورة لديك في حي الشيخ جراح في القدس، ماذا عن الأحياء الأخرى التي أيضا يعني تشهد ربما وقفات أو تحركات من النوع نفسه؟ ليس بعيدا عن هذه المنطقة بالتحديد في قرية العيسوية، وعلى مدخل قرية العيسوية اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 4 فلسطينيين. هناك أيضا إصابات جراء قيام قوات الاحتلال بقمع عدد من الفلسطينيين في تلك المنطقة بعد احتكاك وهجوم من قبل المستوطنين على قرية العيسوية. أيضا يعني من المتوقع أن تشهد منطقة باب العمود، وأيضا هي ليست بعيدة، هي أقل من كيلومتر من هنا، من المتوقع أن تشهد تحركات أيضا بعد صلاة التراويح، لأنه عادة ما شهدت المنطقة في
تلك المنطقة في الأيام الماضية تحركات ليلية. هناك حراك، هناك غضب فلسطيني حتى مع محاولات الاحتلال الإسرائيلي أن يخفف من الاحتقان الموجود. هناك تقديرات لدى الاحتلال الإسرائيلي بأنه يمكن أن يكون قرار الإخلاء يؤدي إلى موجة تصعيد أخرى إضافية، ليس فقط في مدينة القدس بل أيضا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأخيرا النجلاء بعجالة، حتى على الرغم من كل هذا نرصد تحريضا من اليمين المتطرف الإسرائيلي الذي يقول بأن الجيش الإسرائيلي وقوات الشرطة الإسرائيلية لا تستخدم السلاح الحي. هناك دعوات لها باستخدام السلاح الحي في المدينة خلال المواجهات والمظاهرات، على الرغم من أنه بالرغم من استخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نعم، ولكن هناك عدد كبير من الإصابات يسقط يوميا في مدينة القدس. تمام أحمد، يعني سأتحول الآن إلى رام الله ليارا، ونحن نشاهد أيضا الصور التي وردتنا قبل قليل من قرية العيسوية حيث كنت تتحدث وتصف المشهد هناك أحمد. يارا، لمواكبة كل ما يجري في حي الشيخ جراح أو حتى في الأحياء والقرى المجاورة، الخطوات التي قامت أو تنوي السلطة الفلسطينية أن تقوم بها، ضعينا في التفاصيل. نعم نجلاء، يعني آخر تصريحات كانت على لسان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينيا التي جاءت ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رفض أي ضغط لعدم البناء بالقدس. بحسب تصريحات نتنياهو، أبوردينيا قال بأنه أي بناء استيطاني في الأراضي المحتلة عام 67 هو مخالف لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي ومرفوض أيضا فلسطينيا ودوليا، وقال بأنه معركة القدس تأتي أصلا رفضا المخططات الاستيطانية ورفضا للإجراءات التهويدية في مدينة القدس. أيضا كانت هناك أو كان هناك بيان للخارجية الفلسطينية حملت فيه حكومة الاحتلال من الاعتداءات والتصعيد ضد أهالي القدس منذ بداية شهر رمضان، كما أنها حذرت من المسيرات التي تنوي الجماعات الاستيطانية تنفيذها يوم غد الاثنين، سواء كان على صعيد اقتحامات لباحات المسجد الأقصى صباحا أو على صعيد المسيرات عصرا التي ستنفذها الجماعات الاستيطانية فيما يعرف بيوم توحيد القدس كما يسميها المستوطنون. أيضا هناك تحركات ما بين السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية، كما جاء على في الوكالة الرسمية بأن هناك عمل مشترك على كافة الصعود وفي كافة المحافل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. هذا من الجانب الرسمي. الجانب الشعبي هناك تحركات، يوم غد سوف يكون يوم غضب ونفير عام في محافظات الضفة الغربية، ستنطلق على سبيل المثال من أمام مخيم الأمعري مسيرة اتجاه حاجز قلنديا العسكري، نصرة لمدينة القدس وإسنادا لما يجري فيها لأهالي القدس هناك وتحديدا أهالي حي الشيخ جراح. أيضا بعد ساعة ونصف تقريبا من الآن سوف نشهد هنا وسط مدينة رام الله وقفة تنظمها القوى الوطنية، وأيضا كانت هناك دعوات من مركزية حركة فتح للخروج في جميع مناطق الضفة الغربية يوم غد، نصرة لمدينة القدس وباتجاه نقاط التماس تحديدا، وهو ما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قال بأنه رفع حالة التأهب تحديدا على نقاط التماس ودفع بتعزيزات عسكرية ومزيد من الجنود على هذه النقاط التي سنشهدها. سوف نشهد يوم تصعيد يوم غد في الضفة الغربية، هذا ما هو متوقع نجلاء حتى الآن. نقاط اشتباك عديدة كما ذكرت يارا متوقع غدا، لكن أيضا ذكرت التنسيق على مستوى عالي دبلوماسيا بين السلطة الفلسطينية والجانب الأردني، وهنا أتحول إلى ليث في عمان ليضعنا أكثر في تفاصيل ومستوى هذا التنسيق. ليس يعني هذا التنسيق يجري بموازاة مذكرة احتجاج أرسلتها الخارجية الأردنية لنظيرتها الإسرائيلية. ماذا بعد هذه الخطوة وفق يعني ما يمكن رصده من توجه للمملكة الأردنية؟ دعيني أشير نجلاء إلى أن مراقبين قالوا بأن لهجة الملك اليوم خلال اتصاله برئيس السلطة الفلسطينية عباس كانت لهجة شديدة، وأن الملك قد أكد مرارا وتكرارا أنه يحذر إسرائيل من الاستمرار في هذه الانتهاكات، وأنه إذا ما استمر لربما ستكون هناك خطوات أردنية جادة في الضغط حتى يتم إيقاف هذه الممارسات التي أدانها الملك عبدالله الثاني بشدة، وأكد أن ما يحدث هو تهجير غير شرعي للفلسطينيين، وأن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين ولا يسمح بأن يمنعوا من أداء الصلاة فيه.
وكان لربما هناك حديث بأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تعطي اليوم الملك عبد الله الثاني الحق والقدرة على المضي قدما في أن يكون هناك لربما مطالبات أردنية لبعض المحاكم الدولية بأن يحترم الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس المحتلة والوضع التاريخي الذي تشرف عليه بطبيعة الحال المملكة الأردنية. اليوم نتحدث بموازاة هذا الاتصال الهاتفي وهذه الإدانة الملكية التي جاءت من خلال الاتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كانت هناك مذكرة احتجاج رسمية وجهت من الخارجية الأردنية إلى خارجية إسرائيل، سلمها كما قالت التفاصيل يعني سفير الأردن في تل أبيب بشكل مباشر إلى الخارجية الإسرائيلية، وأكد الأردن في هذه المذكرة أنه لن يقبل بأي تغيير في الوضع القائم ويجب أن يحترم ما جاء به في بنود معاهدة السلام على حدود الرابع من حزيران عام 67. شكرا جزيلا لك من عمان مراسلنا ليث الجبور، ومن رام الله مراسلتنا يارا العملي، ومن القدس مراسلنا أحمد جرادات. توالت ردود الفعل العربية على التطورات في القدس المحتلة والاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين. الخارجية المصرية استدعت سفيرة إسرائيل في القاهرة ووجهت من خلالها رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة بأمان وحرية. رئيس مجلس النواب الموريتاني الشيخ ولد بايا أدان اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الفلسطينيين، وأضاف أن انتهاك حرمة أولى القبلتين يشكل تحديا سافرا لمشاعر المسلمين وخرقا كبيرا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. وزارة الخارجية الجزائرية أدانت أيضا اعتداءات قوات الاحتلال مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني. وينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك سيد رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة. أهلا بك سيد رياض منصور. يعني الآن السلطة الفلسطينية وأيضا يعني بالتنسيق مع المملكة الأردنية تتحرك على مستوى دبلوماسي عالي جدا. لو تضعنا في يعني الخطوات التي باشرت السلطة الفلسطينية لاتخاذها لا سيما عبر الأمم المتحدة. يعني أولا نحن في وقت دولة فلسطين بدأت الأمم المتحدة نقوم بواجباتنا منذ بداية شهر رمضان وقبل ذلك، ولكن منذ بداية شهر رمضان على مسارين. المسار الأول العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خاصة الذين يمارسوا شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى والحرم الشريف، وكذلك الموضوع تهجير سكان الشيخ جراح وتهديد سكان سلوان بنفس الشيء. وعندما وصلت الأمور إلى وضع لا يمكن للمجتمع الدولي أن ينظر إليه دون أن يفعل شيئا، طلب منا أن نطلب من مجلس الأمن، طلب منا على من قبل السيد الرئيس محمود عباس بدعوة جلسة لمجلس الأمن، وقمنا بتنسيق مكثف مع الأشقاء في تونس ومع رئاسة المجلس الصين وأعضاء المجلس وأشقاء آخرين من ضمنهم المملكة الأردنية الهاشمية. يعني أبلغناهم بكل هذه التحركات، وأعتقد أن الأمور وصلت إلى أنه سيكون هناك جلسة لمجلس الأمن غدا طلبتها الرئاسة التونسية والصين، يعني الممثل العربي تونس والرئاسة الصينية وعدد من الدول الأخرى. والجهود الآن مبذولة لنرى ماذا يمكن أن يكون المخرج لهذه الجهود المبذولة في هذا. إذن سيد منصور، سيكون هناك جلسة في الأمم المتحدة بعنوان يعني ما يجري في القدس وتحديدا في حي الشيخ جراح كما تقول، هل يعني سيكون هناك دفع ليكون بيان إدانة؟ يعني ما الذي تستهدفه السلطة الفلسطينية من هذه الجلسة؟ أولا نحن يعني لا تستعمل السلطة الفلسطينية، نحن الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة نعمل مع المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولية في وقف هذا العدوان، ولذلك المداولات جارية لتحديد شكل هذا المخرج الذي يهدف في جوهره إلى أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته
وأن يوقف هذا العدوان من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني سواء في المسجد الأقصى أو في الجهود التي يقوم فيها بهدف تهجير سكان الشيخ جراح. وكما تعلمي قررت سلطة الاحتلال الإسرائيلي ومحكمتها تأجيل البت في موضوع الشيخ جراح لعدة أسابيع. وإذا سيد رياض منصور، مندوبية فلسطين يعني في الأمم المتحدة، كيف ستستفيد من هذا الوقت لتبقي الزخم التضامني وأيضا يعني لمواجهة قدر الإمكان سياسة التهويد الإسرائيلية؟ نحن يعني نتواصل بشكل مكثف مع أعضاء مجلس الأمن ونبعث لهم بشكل منتظم حد أدنى مرة بالأسبوع تفاصيل كل الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وفي المقدمة منها القدس الشرقية المحتلة. وكذلك نتواصل مع الأمين العام ومكتبه والممثلين عالي المستوى في مكتبه وبقية تشكيلات المجتمع الدولي في نيويورك، سواء المجموعة الإسلامية أو مكتب تنسيق لحركة عدم الانحياز أو المجموعة العربية أو الاتحاد الأوروبي أو لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، حيث أن هذه التكتلات كلها موجودة في نيويورك ونحن على صلة يومية معها ونقدم لهم مداخلات أثناء اجتماعاتها عن آخر التطورات في المسألة الفلسطينية وما هو مطلوب من هذه التكتلات الدولية التي تحتل المسألة الفلسطينية موقعا هاما على جدول الأعمال. وماذا عن التواصل مع الجانب الأمريكي ومع مندوب الولايات المتحدة تحديدا في الأمم المتحدة؟ نحن نتواصل مع كل أعضاء مجلس الأمن بما فيهم الممثلين الجدد بالإدارة الأمريكية، زميلتنا السيدة ليندا غرينفيلد، ولقد اجتمعت معها أكثر من مرة سواء في إطار وفدا عربيا أو في لقاءات ثنائية، ونبذل كل الجهود الممكنة إلى أن تترجم المواقف التي أعلنت عنها الإدارة الجديدة وعبرت عنها في خطابهم في مجلس الأمن 26-1 وفي خطابهم الثاني 26-3 لتتحول من مواقف معلنة إلى مواقف ترى النور وتطبق على الأرض. وهذا الجهد هو مستمر معهم ونأمل أن يتقدموا بخطوات أسرع نحو تنفيذ هذه المسائل ومسائل أخرى تضفي يعني تنضم إلى الإجماع الدولي الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الذي وقع عام 67 وإنجاز استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية كي نجسد موقف حل الدولتين كحقيقة واقعة على الأرض في أسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا لك سيد رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. وفي ردود الفعل الدولية، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بالدولة الإرهابية، ووصف الهجوم على الفلسطينيين في القدس المحتلة بالوحشي وغير الأخلاقي. ودعا أردوغان المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الإسلامية إلى التحرك ضد الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين. نريد أن تتوقف الاعتداءات الشنيعة على الأقصى والمسلمين في القدس فورا. هناك حوالي 300 جريح منذ بداية الاعتداءات. نتوقع أن تتوقف كل الضغوط المباشرة وغير المباشرة لإخراج الفلسطينيين من منازلهم، وإلا سنفعل كل ما في وسعنا لضمان الحكم على المتوحشين بالمصير الذي يستحقونه. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يرفض بشدة الضغوط الممارسة على الحكومة الإسرائيلية الداعية إلى عدم البناء في القدس. يأتي هذا في ظل تصاعد الإدانة الدولية لعمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في القدس والاعتداءات على المتظاهرين في المدينة المحتلة.
تثير اعتداءات قوات الاحتلال على المسجد الأقصى والعائلات المقدسية في حي الشيخ جراح جدلا واسعا في واشنطن بخصوص الدعم العسكري لإسرائيل، وتكثر الأصوات المنادية بفرض قيود على الدعم الأمريكي لإسرائيل لمنع تمويل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وغيرها من الانتهاكات بحق الفلسطينيين. هذا وتشكل المساعدات الأمريكية لإسرائيل نحو 55% من قيمة المساعدات الأمريكية للعالم. فوق المساءلة مطلق وغير محدود، الدعم الأمريكي لإسرائيل من ثوابت كل إدارة أمريكية جمهورية أو ديمقراطية، لكن اعتداءات قوات الاحتلال على المسجد الأقصى والقدس جعلت أصوات الانتقاد تعلو في أروقة الكابيتول، وفظاعة المشاهد تصعب إخفاتها. أبرزها السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز في تغريدة له عبر موقع تويتر، ساندرز طالب الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف واضح من أعمال العنف في القدس ووقف عمليات إجلاء العائلات المقدسية من حي شيخ الجراح. السيناتور الديمقراطي طالب مرارا بتقييد الدعم الأمريكي لإسرائيل، إضافة إلى السيناتور ألكساندريا أوكاسيو كورتيز والسيناتور إلهان عمر والسيناتور رشيد طليب. في شهر إبريل الماضي تقدمت السيناتور بيتي ماكولم بمشروع قانون إلى مجلس النواب يقنن المساعدات الأمريكية لإسرائيل. يجب أن نعرف أين تذهب أموال ضرائبنا، قالتها ماكولم مشددة على رفضها تمويل الانتهاكات بحق الفلسطينيين. كما كان متوقعا مشروع القانون لم يمر، فالانحياز لإسرائيل لا يزال يطغى على مراكز صنع القرار الأمريكي. أكثر من نصف المساعدات الأمريكية للعالم تذهب لصالح إسرائيل. قرابة 130 مليار دولار قدمتها واشنطن لتل أبيب منذ عام 1948، وهناك تقديرات تفيد بضعف هذا المبلغ. بايدن أفرد 18% من ميزانيته العسكرية للجيش الإسرائيلي، وذلك لتسليحه وتعزيز دفاعاته الصاروخية من ضمنها القبة الحديدية. منذ تأسيسها في عهد الرئيس دوايت إيزنهاور عام 1953، ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية التي تعرف اختصارا بأيباك تسير صناع القرار في واشنطن على هوا تل أبيب. مؤتمرات أيباك السنوية أصبحت طقسا انتخابيا لكل مرشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية. من يرفض المشاركة أو ينتقد خطاب أيباك تكال له شتى الاتهامات، لذا يتجنب كثير من الساسة الأمريكيين انتقاد الممارسات الإسرائيلية ويصوتون على كل قرار يساند تل أبيب ويدعمها. نشير مشاهدينا إلى أن التطورات في القدس ستكون موضوع حلقة للخبر بقية هذه الليلة مع زميلة ريم أشلون. العربي اليوم متواصل معكم وفيه بعض الفاصل. عرض عسكري في موسكو في ذكرى الانتصار السوفيتي على ألمانيا النازية. يختتم المبعوث الجديد لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان اليوم زيارة للسودان ضمن جولة تشمل مصر وإثيوبيا وإريتريا لبحث قضية سد النهضة والتوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا. وتأتي زيارة جيفري فيلتمان متزامنة مع زيارة قام بها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الأفريقي للخرطوم لبحث مسارات حل أزمة سد النهضة. خطوات نحو حل لأزمة معقدة، هكذا يأمل الرئيس الكونغولي رئيس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسكيدي في زيارته للخرطوم. إلى السطح ومن دون تفاصيل برزت مبادرة كونغولية بشأن سد النهضة، مبادرة وضعتها الخرطوم قيد البحث مع التشديد
على موقفها المبدئي من قضية السد. نحن نعلم تماما الفوائد الكبيرة التي سيجنيها السودان من هذا السد وكذلك تجنيه إثيوبيا ومصر، ولكن هذه الفوائد لا تكون إلا بوجود اتفاق قانوني وملزم ويشمل مسألة الملء ومراحله ويشمل التشغيل بصورة تفصيلية. في المشهد أيضا حضور أمريكي يمثله مبعوث الولايات المتحدة لمنطقة القرن الإفريقي، حراك يقرأ من قبل كثيرين هنا على أنه محاولة لتخفيف التوتر المتصاعد، لكن من دون مؤشرات لحل قريب. حصل النهاية للجهود الدولية التي تمثلها أمريكا والجهود الأفريقية التي يمثلها رئيس الاتحاد الأفريقي، لا نظن أنها ستؤدي إلى حل في ظل تمسك إثيوبيا بحقها في الملء دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف الثلاث. كذلك هناك تصعيد من قبل السودان ومصر من جانب، وردود فعل متصاعدة أيضا من إثيوبيا واتهامات متبادلة. يقترب الموعد المعلن من قبل إثيوبيا لملء سد النهضة، فيتصاعد الموقف هنا وتتسع دائرة التوقعات حول طريقة تعامل مصر والسودان مع الخطوة الإثيوبية، وهي خطوة تأمل الخرطوم أن تتم بتوافق يضمنه ويوافق عليه المجتمع الدولي. وفود كثيرة بحثت وتبحث في الخرطوم ملفي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا دون نتائج حتى الآن، فالتوتر مستمر في الملفين والخلافات الجوهرية لا تزال حاضرة. نزار البغداوي، العربي، الخرطوم. ومن الخرطوم يبقى معنا مراسلنا نزار البغداوي. نزار، هل بدا واضحا في ختام جولة جيفري فيلتمان ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتدخل مباشر لحل أزمة سد النهضة أم ستبقي مساحة ومجالا للاتحاد الأفريقي؟ نعم نجلاء، هنالك سؤال طرح وما زال يطرح هنا في الخرطوم، ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة حيال قضية سد النهضة؟ المبعوث الأمريكي، مبعوث القرن الأفريقي الجديد الذي وصل إلى الخرطوم، حمل أفكار، حمل رؤى تتعلق بما الذي يمكن أن يفعل في إطار هذه الأزمة المتشعبة بين مصر والسودان وأثيوبيا. ما حمله المبعوث الأمريكي يبدو أنه لم ينفصل إطلاقا عن الرؤية التي تقدم بها فيليكس تشيسيكيدي رئيس الاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. الرجل قدم إلى الخرطوم وقدم مبادرة قالت الحكومة بأنها ستبحث وستناقش، لكن حسب المصادر الغير رسمية بأن هذه المبادرة تحمل بعض النقاط. أهم ما تحمل هذه المبادرة بأنه لا بد من أن يتم استئناف للمفاوضات بين الرؤساء الثلاث خلال الفترة الماضية بتوافق من قبل المجلس الرئاسي للاتحاد الأفريقي، وهو نجلاء يتكون من 5 رؤساء لدول إفريقية. هذا إلى جانب حضور أيضا نوعي من الاتحاد الأوروبي وحضور لوزير الخارجية الأمريكي. طبعا هذا حسب المعلومات الأولية لهذه المبادرة التي لم تعلن حتى هذه اللحظة. أيضا هذه المبادرة تتحدث عن فصل المسارات، تتحدث عن فصل قضية سد النهضة عن قضية التوترات، وتتحدث أيضا عن أن تكون هنالك فرصة لتبادل المعلومات، فرصة لتبادل الجداول الزمنية والمائية، وأن تقوم أثيوبيا بإبلاغ الخرطوم ومصر يوميا بالبيانات حتى تتوقع الخرطوم ما الذي يمكن أن يفعل خاصة لسلامة منشآتها المائية. نعم. كل هذه الإرهاصات تشير إلى أن هنالك حراك يبدو فعليا ويبدو جديا لحسم هذه القضية على وقع وصول مبعوث الولايات المتحدة الذي وصل قبل قليل حسب المعلومات إلى أديس أبابا للانخراط في ذات المسار التفاوضي حول قضية سد النهضة. نجلاء، شكرا لك. نزار البغداوي مراسلنا من الخرطوم. في الشأن الأفغاني، قال زعيم طالبان الملا هبة الله أخوند زاد إن سحب الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى لجميع قواتها من أفغانستان خطوة جيدة، وطالب زعيم طالبان في بيان طالب واشنطن بتنفيذ جميع بنود اتفاق الدوحة، مشيرا إلى أنها خرقت الاتفاق مرارا وتكرارا. كما دعا أخوند زاد إلى تجنب مزيد مما سماه الأعمال الاستفزازية والانتهاكات، وحذر من عدم إيفاء
الولايات المتحدة بوعودها وأنها ستكون مسؤولة عن العواقب. ومع بدء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، يجري المسؤولون الأمريكيون مشاورات مع حلفائهم بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لما بعد الانسحاب. حينما يتعلق الأمر بأفغانستان، تراهن واشنطن في نجاح انسحابها من هناك على جيران كابول. أفغانستان غير المستقرة، يجادل الأمريكيون، معناه هجمات إرهابية تعيق السياحة الإقليمية وتدفقا للمهجرين باتجاه باكستان وإيران، أما العكس فمعناه طرقا مفتوحة للتجارة تدعم اقتصاد المنطقة. أعتقد عندما كنا هناك كان جيران أفغانستان ينتظرون منا حل مشكلات الإقليم، لكن الآن نتوقع أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية على مبدأ أن استقرار أفغانستان يحتاج إلى توافق واسع بين الأفغان وليس سيطرة طرف بالقوة على السلطة، وهذا ما أظهرته العقود الأربعة الماضية. يعتقد الأمريكيون أن باكستان هي اللاعب الرئيسي في استقرار بلاد الأفغان. علاقاتها مع طالبان كانت شوكة في خاصرة علاقات واشنطن وإسلام آباد لفترة طويلة، كما أن نحو 60% من المقاتلين الأجانب الذين يغذون تنظيمي الدولة والقاعدة هناك هم باكستانيون. باكستان مهمة لاستقرار أفغانستان، وأعتقد أنه سيكون من الصعب جدا أن يستمر هذا الاستقرار بعد مغادراتنا، لذلك أعتقد أنهم قلقون للغاية. الباكستانيون لم يكونوا مفيدين لنا خلال السنوات العشرين الأخيرة، لذلك من المؤسف أن ذلك سينقلب عليهم وبطريقة لم يتوقعوها. أي موجة لاجئين ستطرق كذلك أبواب الاتحاد الأوروبي الذي تأثر بموجة اللجوء السوري منتصف العقد الماضي، ما يجعل استشارة دوله أمرا حتميا أيضا. حاليا نعمل مع الاتحاد الأوروبي على الانسحاب الذي سيكون مرافقا لاستراتيجية مشتركة حول مواصلة الشراكة الدبلوماسية والتنموية والإنسانية والاستخباراتية والأمنية مع الحكومة الأفغانية مستقبلا. أفغانستان تمثل كذلك أول امتحان لكيفية تعامل الصين مع الفراغ السياسي الذي تتركه واشنطن في جوارها الجغرافي مع التصعيد الخطابي الحالي بين الطرفين. ترى واشنطن أن ترك اللاعبين الأفغان دون تأثير أجنبي هو العلاج لعملية التحول السياسي في كابول حاليا، ولتحقيق ذلك تجري مشاورات مكثفة علها تقنع الفرقاء الطامحين للنفوذ هناك بعدم دعم هيمنة أي طرف على حساب الأطراف الأخرى. زيد بن يامين، العربي، واشنطن. ومن كابول معنا مراسلنا جواد. يعني في كلمة الملة اليوم، هل في ردود الفعل عليها اليوم، هل هناك أي رد فعل لافت، خصوصا وأنها أتت بعد تفجير المدرسة الذي على ما يبدو يعني كان تفجيرا أحدث صدمة كبيرة في المجتمع الأفغاني؟ بالفعل لا يوجد الكثير من ردود الأفعال على بيان الصادر أو الرسالة الصادرة عن زعيم حركة طالبان الملا هيبت الله أخوندزادة، إذ أن المجتمع والشرائح والتيارات السياسية في أفغانستان منشغلين كانوا اليوم بتداعيات الهجوم الضخم الذي شهدته العاصمة الأفغانية كابول، والذي أودى بحياة نحو 65 قتيلا، جلهم من المدنيين ومعظمهم من طلبة وطالبات المدارس والمدرسة التي وقع أمامها هذا الانفجار. الرئاسة الأفغانية مساء اليوم أعلنت حالة الحداد العام على أرواح ضحايا الهجوم الذي شهده كابول أمس، والهجوم الماضي في ولاية لوغر الذي وقع قبل 9 أيام من الآن. طبعا في إطار ردود الأفعال، هناك ردود أفعال كبيرة شهدتها العاصمة الأفغانية، والأجواء في أفغانستان يمكن القول أن مناخ يغلب عليه انعدام الثقة، إذ أن المواطنين الأفغان يبدون هناك مشاعر من الغضب ومشاعر من الحنق على المسؤولين الحكوميين والتيارات وزعماء وقادة التيارات السياسية الذين ينظرون إليهم بأنهم فشلوا في استغلال فرص السلام القائمة من أجل التوصل لتسوية سياسية لإنهاء العنف في أفغانستان، لا سيما أن
وتيرة العنف ما تزال عالية جدا، وهناك مزيد من القتلى يسقطون يوميا. لجنة حقوق الإنسان الأفغانية أعلنت اليوم بأن نحو 700 مدني سقطوا بين قتيل المجاريح منذ بداية الشهر الجاري شهر رمضان، وطالبت الجهات الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ موقف صارم حول ما يجري في أفغانستان والعمل مع الفرقاء الأفغان من أجل وقف التصعيد والعنف في البلاد. شكرا جزيلا لك من كابول مراسلنا جواد جوادي. كشفت وكالة سبوتنيك الروسية ووسائل أعلام إسرائيلية أن انفجارا وقع في ناقلة للنفط راسية قبالة ميناء مدينة بنياس السورية. ونقلت سبوتنيك عن مراسلها قوله إن الناقلة تم تفريغها مسبقا ولم تكن تحمل على متنها أي من المواد النفطية أثناء الانفجار. وأضافت أن الناقلة نفسها شهدت قبل أيام نشوب حريق أثناء عملية التفريغ. حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأطراف الغربية من أن عدم إسراعها في رفع العقوبات عن إيران سيكبدها المزيد من الأضرار. وكشف قاليباف في كلمة له خلال الجلسة العالمية للبرلمان الإيراني أن مباحثات فيينا تتقدم أحيانا وتظهر فيها الخلافات أحيانا أخرى حسب تعبيره، لكنه وصفها بالجدية. ننصحهم بدل المطالبات غير المبررة وإطالة المباحثات أن يلتزموا عمليا بتعهداتهم وأن لا يتأخروا في رفع العقوبات، لأن مضي الوقت سيؤدي إلى زيادة التكلفة عليهم للعودة إلى الاتفاق النووي. جددت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة نجلاء المنبوش المطالبة بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من كل الأراضي الليبية. المنبوش وخلال زيارة تفقدية للمناطق الحدودية جنوبية البلاد أكدت أن الحكومة الليبية تعمل على تحرير القرار السيادي والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة تكون خالية من ضغط السلاح والقوة. كما طالبت دول الجوار ضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والإتجار بالبشر بصورة عاجلة. قدمت الكتلة الديمقراطية المعارضة في البرلمان التونسي عريضة طعن في مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية لدى الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. يأتي ذلك بعد أيام من تصويت البرلمان على تعديل قانون المحكمة الدستورية بعد أن رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد ورده إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية. كما كان متوقعاً، رفض الرئيس التونسي قيس سعيد المصادقة على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية للمرة الثانية، مشروع تقدمت به الأحزاب الداعمة للحكومة وتعانت فيه الكتلة الديمقراطية المعارضة بالبرلمان. فقبل انتهاء أجل المصادقة قدمت الكتلة الديمقراطية عريضة بهدف إسقاطه، وقالت إنه تضمن إخلالات إجرائية وشكلية. الغالبية ستقع القانون، هي لم تحترم القانون. قانون معناتها فيه عديد الإخلالات والمآخذ اللي تتطلب أن تنظر فيه الهيئة تراقب دستور القوانين، وممكن حتى إسقاطه بهيئة تراقب دستور القوانين. يتقاطع موقف الكتلة الديمقراطية المقربة من دوائر الرئاسة مع رأي الرئيس. الواضح أن قيس سعيد ما زال متمسكا برفضه المصادقة على مشروع القانون بسبب عدم دستوريته على حد تعبيره، موقف يعقد أزمة إنشاء المحكمة ويزيد من توتر العلاقة بين الرئيس والبرلمان. كل ما نراه حاليا هو معركة أخرى تفتح ما بين نواب ائتلاف السلطة ونواب المعارضة، يعني تخاض بأدوات قانونية دستورية ومحاولة الذهاب في أقصى درجات الطعن في هذا النص والإتاحة به يعني إنقاذ رئيس الجمهورية من ختمه، لأنه رئيس الجمهورية يرفض ختم هذا النص. يعطي الدستور الرئيس صلاحية المصادقة على القوانين قبل تفعيلها، لكن لا ينبغي أن يتحول ذلك إلى آلية للاستحواذ على صلاحيات البرلمان واحتكار تأويل الدستور، تقول حركة النهضة. الواضح هنا أن مواقف الرئيس الدستورية والسياسية باتت محل جدل وسط خشية من تعطيلها مؤسسة الحكم، يقول مراقبون. ورأى هذا الإشكال الدستوري خلاف سياسي بين الرئاسات الثلاث متواصل منذ أشهر، لم تنجح مبادرات الوساطة في إيجاد حلول له.
المحكمة الدستورية ليست إلا واحدة من أدوات هذا الخلاف، لكنها ليست الوحيدة. وسام الدعاسي، العربي، تونس. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاجة الاتحاد الأوروبي إلى بلاده، وأن أنقرة لا تزال تتطلع إلى عضوية الاتحاد رغم العراقيل. كلام أردوغان جاء في رسالة نشرها لمناسبة يوم أوروبا الموافق 9 مايو أيار من كل عام، وقد سبق ذلك انتقادات وزير خارجيته بروكسل لعدم التزام الاتحاد باتفاقية الهجرة بين الاتحاد وأنقرة. في إسبانيا أنهت الحكومة حالة الطوارئ التي فرضتها بسبب وباء كورونا، والتي شهدت قيودا عدة، منها منع التجول والتجمعات، وتركت الكرة في ملعب الأقاليم لاتخاذ ما تراه مناسبا بالتعاون مع المحاكم. تحتفل روسيا في 9 مايو أيار من كل عام بعيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، ولهذه المناسبة أقيم عرض عسكري تقليدي في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو. تحتفل روسيا بأمجاد ماضيها. يوم النصر يوم مقدس في هذه البلاد. أكثر من 12,000 عسكري في الساحة الحمراء يلقون التحية على ضيوف الشرف، على من بقي حيا من المحاربين القدامى الذين حملوا السلاح ضد ألمانيا النازية. فقد الاتحاد السوفيتي عشرات الملايين في الحرب العالمية الثانية، أو كما تدعى هنا الحرب الوطنية العظمى. يحرص الكرملين على تعزيز الروح الوطنية عبر هذه المناسبة وتوجيه رسائل سياسية في ظل توتر في العلاقات بين روسيا والغرب. جلبت الحرب آلاما. روسيا ستدافع عن القانون الدولي وعن مصالحنا، والضامن هو قواتنا المسلحة. استعراض للقوة العسكرية. استثمرت روسيا مليارات الدولارات لتحديث ترسانتها العسكرية. يحارب جيشها اليوم في سوريا ويغير موازين القوى السياسية في المنطقة. يتحرك بالقرب من أوكرانيا فيتحرك المجتمع الدولي حولها. لا يفوت الكرملين فرصة الكشف عن صواريخ باليستية عابرة للقارات، تذكير بأن روسيا لا زالت قوة عظمى للخارج وللداخل. أشعر بأن بلدي بأمان. لدينا ما يكفي من الآليات والقوة لحماية مواطنينا ومواردنا من المعتدي. تفخر روسيا بقوتها العسكرية وتعتمد عليها في السياسة الخارجية وفي فرض نفسها على الساحة الدولية حسب مراقبين. استعراض القوة العسكرية وتغذية الشعور الوطني ليس أحياء لذكرى النصر ولأمجاد الماضي فحسب، بل هو رسائل سياسية مباشرة من روسيا المعاصرة التي أصبحت تعتبر نفسها قوة عسكرية عظمى من جديد. محمد حسن، العربي، موسكو. أعلنت الصين أن صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة لونغ مارتش سقط في مياه المحيط الهندي، في حين قال مكتب هندسة الفضاء الصيني أن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي للأرض قبل سقوط ما تبقى منه فوق بحر العرب. يتهاوى الصاروخ الفضائي الصيني في عرض المحيط الهندي لتنتهي بذلك تكهنات دامت أياما. التلفزيون الصيني يعلن أن بقايا الصاروخ الحامل مركبة فضائية تسقط في المياه الدافئة. صباح اليوم أعاد حطام الصاروخ الحامل مركبة لونغ مارتش إلى الغلاف الجوي، وهبط مياه المحيط عند درجة 72 شرقا و 2.5 شمالا. أكثر أجزاء الصاروخ احترقت أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي. الموقع تحديدا بحسب مكتب هندسة الفضاء الصيني هو غربي جزر المالديف. العالم كان يتساءل أياما عن مصير الصاروخ وموقعه، وأثيرت مخاوف من احتراقه في الغلاف كثيف الأكسجين. في 29 من الشهر الفائت أطلقت بكين صاروخها حاملا مركبة فضائية من جزيرة هاينان، اختفى وقالت السلطات إنه احترق في الغلاف الجوي.
أمر دعا قيادة الفضاء الأمريكية إلى الإعلان الجمعة الفائت أن الصاروخ دخل الغلاف الجوي فوق شبه الجزيرة العربية، وأنه ليس معلوما ما إذا كان حطامه أصاب اليابسة أو سقط في المياه. المخاطر أثارت مخاوف ناسا، ما دفعها إلى وصف بكين بالفشل في الوفاء بمعايير المسؤولية، ولذلك دعت الحكومات مرتادة الفضاء إلى الحذر عند إطلاق الصواريخ ومركباتها، فهناك حياة على الأرض وممتلكات لابد ألا تعرض للخطر. وأيا كانت صفة ما حدث وأيا كان سببه، فإنه يكشف عن أن سباق الفضاء قد يخيف كوكب الأرض وسكانه، بما في ذلك أولئك الذين احتفلوا عند انطلاق الصاروخ بالسباق خارج الكوكب. كشفت شركة تسلا عملاق السيارات الكهربائية ستارة عن مركبتها الجديدة سايبر تراك في قاعة تسلا في مدينة نيويورك. المركبة الجديدة يبدأ سعرها من 39 ألف دولار، وتعول عليها شركة تسلا لدخول قطاع الشاحنات بقوة، وتستعد لبناء مصنعها الخاص بإنتاج سايبر تراك في أوستن بتكلفة تقدر بأكثر من مليار دولار. ابتكار نوعي لوزارة الصحة في أوغندا لتوصيل أدوية مرض الإيدز لسكان المناطق النائية. هذا عنوان قصتنا الأخيرة من منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي.